انظروا إلى هذا، عربة حربية مصممة لنقل الجنود إلى ساحات معارك بعيدة أثناء القرون الوسطى باعتمادها على قوة الرياح، وقد تكون أول آلية لنقل الجنود تغير مجرى التاريخ. يعج التاريخ بالمخترعين الذين حاولوا تغيير العالم، لكن ثمة خيط رفيع يفصل بين العبقرية والجنود. سننقب في الماضي بحثاً عن اختراعات مهملة من زمن بعيد لنبعث فيها الحياة ونرى إن كان بوسعنا تغيير مجرى التاريخ. سنعيد صناعة هذه الاختراعات من الأساس وسنخضعها للاختبار. في الواقع ربما ينجح الأمر في بعض منها. جيريمي ماكفيرسون مؤرخ هاو وخبير فني في المؤثرات الخاصة، عمل في أفلام سينمائية مثل إكس مان وشيكاغو. مات هانتر نجار موهوب ومبتكر مختص في الحدائق الخلفية. ونحن معاً مجددا الاختراعات. يوم هادئ في الريف، لكن هذا على وشك أن يتغير. بالنسبة لي ومات، تحول حقل من الأعشاب البرية إلى ساحة معركة عندما انضممنا إلى أصدقائنا كلاب الحرب البرية. أيها العريف، هيا هيا، حدد المحيط الحيوي. هيا هيا تحركوا، انتشروا. كان هذا تدريباً رائعاً. غير معقول، لكن أتعلم السر وراء نجاحه؟ أخبرني. الوصول إلى ساحة المعركة بكامل طاقتك وحيويتك. هذه التقنيات المعاصرة رائعة، لكن عبر التاريخ كان نقل الجنود إلى المعارك صعباً. أنت تمزح. أحد المخترعين الإيطاليين ويدعى غويدو دافي جيفانو أراد تغيير ذلك. لقد كان طبيباً لدى ملكة فرنسا عندما خطرت له الفكرة سنة 1335 لأول عربة لنقل الجنود في التاريخ تعمل بواسطة الهواء. إنها مزيج بين طاحونة الهواء والعربة، تدير الرياح الأشرعة والأشرعة تدير المسننات وهي بدورها تدير الدواليب. كان الأمر بهذه البساطة. لكن هذا ما لا أحبه هنا، فنظام المسننات هذا يبدو معقداً جداً صديقي. لنلقي نظرة. حسناً، هي إذن مجموعة أشرعة كبيرة في المقدمة. يبدو أنها تنقل الطاقة عبر كامل نظام المسننات هنا نزولاً إلى العجلة الدافعة في الأسفل. النظام يدار بقوة الرياح. يبدو الأمر كذلك، لنرى. حسناً، يبدو الأمر جيداً. إذن ما هي العلامات الفارقة لهذه الآلة؟ لابد أنها بالغة البساطة. سنقارنها بناقلة جند حديثة. بالضبط، لابد أن تكون جيدة الحركة وأكثر فعالية في نقل الجنود إلى المعركة من جعلهم يمشون. نعم سيدي، متوسط سرعة المشي عند الإنسان يتراوح بين 5 إلى 7 كيلومترات في الساعة، وأقل من ذلك إذا كان يرتدي زي المعركة ويحمل أسلحة. إن تمكننا من جعل آلتنا العزيزة هذه تعمل، فسنثبت أنها أول مركبة برية آلية بالكامل عبر التاريخ تسير من دون طاقة الحيوان أو الإنسان. سنبدأ بالعمل على الهيكل الأساسي. لها بنية ضخمة، لذا لابد أن ننتبه إلى الحجم والأبعاد، بخاصة فيما يتعلق بشفرات طاحونة الهواء. المشكلة تكمن في أن طول الشفرات مقيد بالطول الإجمالي للعربة، وهو 11 قدماً، وارتفاع سطح العربة هو 3 أقدام، وهذا يعني أن كل ما لدينا هو 8 أقدام تزيد أو تنقص قليلاً، مما سيحد بالتأكيد من قوة الأحصنة التي سوف نحصل عليها. هذا أثقل مما ظننت. إن طولها 16 قدماً، لا عجب أنها ثقيلة. علينا أن نصمم المسننات، هذا ضروري. لا نستطيع تأجيل هذا أكثر. بالطبع سيدي. غايتنا تحويل طاقة الرياح إلى العجلات بأكبر فعالية ممكنة. لكي نحقق ذلك توجهنا إلى الجامعة لنتعلم كيف نستفيد من طاقة طاحونتنا إلى أقصى حد بغض النظر عن حجمها. قامت مهندستنا المنتدبة دينيس ستيلينغ مسبقاً بدراسة طاحونتنا والعوائق المتوقعة. استنتج صانع طاحونة الهواء مبكراً أنه لتحويل طاقة الرياح إلى العربة فإننا نحتاج إلى نظام متصل من العجلات أو المسننات. نحن مقيدون هنا بحجم الشفرات، لذا ليس بمقدورنا تحصيل هذا القدر الكبير من طاقة الرياح. صحيح. بالإضافة إلى ذلك، انظر إلى هذا المسنن في الأعلى، قياسه يقارب ذاك الذي في الأسفل هنا، وهذا لا يعد ذا فعالية. ربما مسنن صغير هنا في الأعلى ومسنن أكبر في الأسفل. مسنن صغير في الأعلى هنا مهمته تحويل طاقة أكبر إلى العجلات، لذلك تحصل على اختزال أكثر للسرعة من حركة سريعة إلى حركة أبطأ، وكلما أبطأت ستحصل على طاقة أكثر. كما فسرت الدكتورة ستيلينغ، عندما يحرك مسنن صغير مسنن أكبر يتحرك المسنن الكبير بقوة أكبر، وهذا ما يعرف بتضخيم القوة. الأمر يشبه الدراجة، رغم أنه سيكون عليك أن تحرك الدواسات أكثر، إلا أن المسنن الأصغر سيمكنك من تطبيق قوة أكبر.
كلما قمت بالضغط على الدواسات وهذا ما يمكنك من صعود تلة. تعلمنا اليوم أننا بحاجة إلى عجلة أصغر في الأعلى لتدير عجلة أكبر في الأسفل. الآن وقد أصبح لدينا تناسب المسننات، نستطيع التركيز على المرحلة التالية من عملية البناء، شفرات طاحونة الهواء. لا يقدم المخطط الأصلي الكثير من الأبعاد أو المنظور، لذا علينا الاعتماد على تقنيات طواحين الهواء التي نعلم أنها كانت موجودة في عصر دافيدي بانو. نحاول أن نبني 4 شفرات لكي تكون قوية بشكل كاف لتحمل قوة الرياح في البراري من دون أن تزيد كثيرا من وزن العربة. فيما يتعلق بالمسامير المعدنية، نستخدم المسامير الأصلية التي كانت تستخدم آنذاك. يبدو مثالياً. أجل. تمكننا من جعلها خفيفة وقوية. صحيح. ومن الجيد معرفة مقدار العزم الذي تعطيه هذه الصغيرة. هذا سيعطيها بعض القوة. رائع يا صديقي. طولها جيد، شكل جميل. تعال وانفخ عليها، تأكد أنها تعمل. بالكاد تستطيع الإمساك بها حتى من دون شراع. بينما يتابع الفريق العمل على بقية الشفرات وأرضية العربة، توجهت مع مات لنقوم برحلة صغيرة عبر الزمن. عندما تدخل هذه المزرعة، كأنك تعود بالزمن مئات السنين إلى الأيام التي كانت تصنع بها الثياب بالكامل في المنزل وتماماً من الصفر. يبدو أن لديك كل ما نحتاج إليه لصنع أشرعتنا. هذا كتان خام، وهو يشكل المادة الأولية لعملنا، صحيح؟ بالضبط، ثم تقوم بسحقها لتمر بهذه المرحلة، وينتهي بها الأمر بهذا الشكل الحريري الطويل والرائع، ثم تحاك لكي تصبح الكتان الذي نريده. صحيح، وأنت ستستخدمين هذا. ما هذا، مغزل؟ مغزل، نعم. حسناً، وبعد أن تحكيها تصبح كتاناً ويمكنك أن ترميها هناك. بينما يتلقى مات درساً على نول جين كينغ، انضممت إلى دي بي بيم في المغزل، وهي آلة قديمة كانت تستخدم لغزل الصوف والألياف يدوياً وتحويلها إلى غزل أو خيوط. يبدو رقيقاً لكنه متين. حسناً. ما أن يبدأ بالدوران فلن ينقطع أبداً، وقد يجرح يدك من دون أن ينقطع. هذا رائع. إذن كل ما عليك فعله إدارة المغزل بكل بساطة. لقد كانت بدايتي متعثرة، لكن دبي وبكل صبر تساعدني في إدارة المغزل لتحويل ألياف الكتان الخام إلى خيوط غزل. ما يثيرني أكثر هو أنني أجلس أمام نول محاولاً حياكة هذا الغزل إلى قماش من أجل طاحونتنا. حسناً، نبدأ هنا ثم عبر هذا. ممتاز، أعقدها الآن. والآن هنا إلى الأعلى. ما الذي أفعله؟ إنها عملية تراتبية بطيئة بعيدة كل البعد عن الإيقاع الجنوني للقرن 21. أحضرت خيطاً جديداً لتضيفه إلى بكرتك. إنها البداية فقط يا صديقي. يدوية الصنع. البداية فقط. من الواضح أن الحائك الماهر يحيك 18 قدماً في اليوم الواحد، بينما أمضيت 30 دقيقة هنا ولم أقم بحياكة أكثر من 5 بوصات. بصراحة الأمر ممل جداً. لننقذ مات من الملل، انتقلنا إلى المرحلة التالية، صباغة القماش. النيلة إحدى أنواع الصباغ الأصلية والأشعة استخداماً، لكنها تتطلب استخدام مكون خاص. هذا بول متخمر، وهو قيد التحضير هنا منذ شهرين. سأحاول التنفس من أنفي فقط، أنا لا أستطيع. إنها كمية كبيرة يا صديقي. المحتوى الكيميائي للبول يفكك النيلة التي تتواجد بشكل طبيعي في النباتات. أما التخمر فينزع الأكسجين من المحلول، مما يسمح للنيلة بأن تمتص بسهولة من النسيج. هذا يعني أن علي أن أدخل يدي في هذه المادة. الأمر المذهل أن المحلول عند تعرضه للهواء يتأكسد من جديد، مما يغير لون القماش مباشرة أمام عينيك. انظر إلى هذا التغير. أجل. إنه يحصل مباشرة أمام عينيك. هذا ممتاز. هذه آخر كمية لدينا، انظر كيف أصبحت زرقاء. إنه الأزرق الملكي لفيليب الرابع ملك فرنسا. لو أخبرتني هذا الصباح أنني سأقوم بمزج وعاء كبير من بول جيريمي لقلت لك إنك مجنون لا محالة. لكننا الآن فعليا نقوم بصباغة قماش الأشرعة باستخدام بول جيريمي. التزام الموثوقية هذا ما دفعنا لاستخدام البول. علينا الآن أن نعود إلى العمل، فما زال أمامنا الكثير لنفعله ونفكر فيه. مع ذلك ليس هنالك أي ضمان بأن عربة الريح ستنقلنا إلى أي مكان. نحاول أنا وجيريمي إحياء فكرة وضعت على الورق لأول مرة منذ 700 سنة على يد طبيب ومخترع إيطالي يدعى غويدو دي فيجيفانو. جزء منها طاحونة هواء والجزء الآخر عربة. يمكنك أن تدعوها أول عربة نقل في التاريخ مصممة لاستخدام قوة الرياح. حتى الآن حققنا انطلاقة جيدة فيما يتعلق بالهيكل الأساسي وشفرات طاحونة الهواء المصممة لتوليد القدرة الحصانية من دون أحصنة. أما الآن فجيريمي يرغب بإراحة أدواتنا قليلاً لنعد في الزمن إلى القرون الوسطى. في
في ذلك الوقت كان الجنود الأوروبيون يسيرون ما يزيد عن 3000 كيلومتر للوصول إلى ساحات المعارك البعيدة، حيث كانوا يقطعون نحو 20 كيلومتراً يومياً. لقد واجهوا الأراضي الوعرة والظروف المناخية القاسية، وفوق ذلك كان عليهم ارتداء عتادهم العسكري الذي كان يزن ما يقارب 30 كيلوغراماً. ترمي خطتي إلى أن أعطي لمحة عما كان يعانيه الجنود المشاة الأوروبيون، وإن كان ديفيد جيفانو سيخفف عنهم حمله. في هذا الاختبار سأكون أحد أولئك المشاة الذين يرتدون عتاداً يزن ما يقارب 20 باوندًا. صديقنا الفيزيائي جاب سيراقب مقدار السعرات الحرارية التي سأحرقها. ستبدأ هنا عند بداية مسار الحواجز، ثم ستعبره كاملاً، وهذا سيحاكي الجهد البدني الذي ستبذله خلال المعركة. وأظن أنني سأقوم بهذا مرتدياً زياً سخيفاً. صحيح، هيا البس الزي يا صديقي. ثلاثة، اثنان، واحد، هيا! هجوم! سأقضي عليهم! جميل، جميل! هيا يا صديقي، لا تستسلم، هيا! هيا، هيا، هيا! انتسخت درعي فسوف أقتله. هيا، هيا، أسرع أكثر! أسرع يا صديقي! بدأت أعاني منذ الآن وما زلت في منتصف الطريق. ما زال علي العودة إلى نقطة البداية. لا تتوقف، هيا، لا استسلام. حسناً صديقي، كان هذا رائعاً بالفعل. استغرقت 1:47. كل هذا من دون مجهود سابق أيضاً. ثقل هذا العتاد وحده كبير جداً. هذا متعب جداً. هل أنت مستعد لرحلتك الآن؟ أتظن ذلك؟ وضعنا أنا وجيب مخططاً لرحلة تستغرق 2:30. سيكون على مات خلالها أن يجر عربة عبر أراضٍ وعرة، كما وصلنا مات بجهازٍ لمراقبة دقات القلب. القلب ينبض، علامة جيدة. سنلتقي بك هناك إن تمكنت من إنهاء هذا. هيا بنا. مضت ساعة حتى الآن، وبالرغم من أنني لم أصل إلى ذروة معدل ضربات القلب الذي عانيته خلال مضمار الحواجز المشابه للمعركة، إلا أن الأمر يتطلب جهداً كبيراً لجر هذه العربة. ما أعنيه أن معظمهم كان ذاهباً إلى حتفه، لذا من كان سيسرع للوصول إلى هناك؟ وصلت إلى نقطة الساعتين الآن، وقمت بجر هذا الشيء إلى أعلى الهضاب وفوق أشجار متساقطة وعبر المستنقعات. هذا مرهق. المؤقت يشير إلى 2:20، أي أقل بقليل من 2:30. هذا مذهل. يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة بين 60 إلى 85 ضربة في الدقيقة. أشار جهاز مراقبة ضربات قلب مات إلى أن معدل قلبه كان 140، وأقصى سرعة كانت 180 ضربة في الدقيقة. هل تريد أن تفعل هذا مجدداً؟ أرجوك، قل غير هذا الكلام. مرة أخرى فقط، ولدي مفاجأة لك. كم أتمنى لو تكون وجبة كبيرة من التشيزبرجر. 3، 2، 1، ابدأ يا صديقي. ماذا؟ تحرك، هجوم. لن يكون هذا أفضل توقيت لك. خوذتي! ليس مات رشيقاً تماماً هذه المرة. لابد أن رحلة 2:30 قد أثرت به فعلاً. يبدو أن هذه كانت أطول بكثير. لابد أنك تمزح. مستعد للاختبار الحقيقي الآن؟ ما الذي تقوله؟ كل ما قمنا به كان استعداداً فقط. إنها المرحلة الأخيرة من التحدي الذي يواجهه مات. حان وقت المواجهة. سينتهي الأمر خلال ثوان. حسناً أيها المتباهي. حسناً، توقف. على مهلك، على مهلك. توقف. استمتعنا كثيراً مع مات، لكن كان هناك بعض الأهداف العلمية وراء هذا. لقد تعلمنا أن المعركة قاسية، لكن الوصول إليها قد يكون تحدٍ أكبر.
وما أن تصل إلى هناك فإنك بالكاد تكون قادراً على القتال. وفقاً لأرقام جاب، استهلكت ما يزيد على 2000 سعرة حرارية في رحلة 2.5 ساعة، وهذا كثير. أي يمكنكم تخيل آلاف وآلاف الشبان يبددون هذه الكمية من الطاقة للوصول إلى المعركة؟ يمكنك أن ترى كم يحتاجون إلى وسيلة لكي تنقلهم إلى هناك بكامل فعاليتهم من دون استهلاكهم سعرات حرارية كثيرة. بينما كنا عالقين أنا ومات في المعركة، نقل الفريق التصميم إلى الخارج لمواءمة حجم اختراعنا. حتى الآن تم جمع كل القطع الكبيرة معاً، إنها في الخارج للتجميع في منطقة حلبة الاختبار. انتهيت من هذا. إنها جميلة بالفعل، إنها ضخمة بالفعل، ضخمة جداً إلى درجة قد تثير بعض المخاوف. التحدي الآن هو أن نجعل المسننات تتراكب بشكل كامل لإنقاص المقاومة إلى الحد الأدنى. علينا أن نضمن أيضاً أن نترك مسافة كافية بين شفرات طاحونة الهواء والعربة الأساسية. يقوم تايلر بتثبيت ألواح السقف هذه لإعطاء هذا الشيء بعض الثبات، لأن الرياح ستضغط بقوة كبيرة على شفرات الدوارة، فالمسننات قد تنخلع في الداخل فتتحول المركبة إلى أشلاء. لذا نقوم بتثبيت كل شيء بإحكام. آمل أن تعمل. نحاول أيضاً تزويدها بنظام توجيه بسيط يربط المحور الأمامي على أعلى الأرضية، لكن تعلمون ما يقال عن أفضل الخطط النظرية المسبقة. واضح أن التوجيه لا يمكن أن يوضع على جدار البرج لوجود شفرات طاحونة الهواء، لذا سنضع شكلاً من أشكال أنظمة التوجيه بالأقدام كما في قارب الجليد. كانت واحدة من أعقد البنى التي قمنا بها، مع مجموعة غريبة من القطع المتحركة التي يجب أن تتناسب مع بعضها البعض بشكل تام كي تعمل العربة. بينما نجمع آخر القطع معاً، يتبادر إلى ذهننا جميعاً السؤال نفسه: هل كانت عربة طاحونة الهواء ستغير التاريخ؟ أم كانت ستتحطم إلى قطع مع أول هبة رياح؟ أحدث اختراع نقوم بإحيائه هو أول ناقلة جند في التاريخ، تتحرك بواسطة الريح ومصممة لنقل الجند والإمدادات إلى ميادين معارك بعيدة في القرن 14. هناك أمران متوافقان في هذه الآلة. نحتاج إلى مقدار كبير من العزم لتحريك هذه الآلة التي يبلغ وزنها 2000 باوند، لذا نحن نعتمد بالكامل على نظام المسننات ومقدار الرياح التي يمكن أن تصل إلى المروحة. الآن وقد قمنا بتركيبها، هناك أشياء أخرى تشغل بالنا. كيف سنقوم بتوجيهها؟ أحياناً أبسط الأشياء أفضلها، وليس هناك أبسط من جهاز التوجيه الذي لدينا هنا في الخلف، وأتحكم به بالكامل بواسطة قدمي. أدفع قدمي اليمنى إلى الأمام فنتجه يميناً، أدفع باليسرى إلى الأمام فنتجه يساراً. هل ستجمع جميع هذه القطع كما ينبغي؟ لنعلم هناك طريقة واحدة لننتقل إلى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي الأبسط على الإطلاق. ببطء وروية. هل أنت جاهز؟ وقت متى شاء جيري. حسناً، لنحركها يا شباب. ببطء يا شباب. يبدو الوضع جيداً حتى حركة الآن. حركة طاحونة الهواء جيدة حتى الآن جيري. هذا رائع يا صديقي، انظر إلى المسننات، إنها متراكبة على أفضل وجه. أوقفوها الآن، أوقفوها. لقد شحبت أغطية الشفرات التي صنعناها منزلياً قليلاً منذ أن صبغناها، لكن ما إن وضعناها حتى بدت جاهزة للمرحلة الثانية. مع رياح بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، حان الوقت لكي نرى إن كانت عربة ديفيد جيفانو ستستحق اسمها. أنت مصدر الثقة يا رجل، انظر إلى هذا، هذا غير معقول. السرعة تزداد، ما هي أوضاع التوجيه يا صديقي؟ أخبرني، هل هو جيد؟ ليس سيئاً، بعض التشنجات في قدم اليسرى، إنها مزعجة بعض الشيء. عليك أن ترى كيف تتناغم المسننات مع بعضها البعض. طاحونة الهواء تعمل. المرحلة الأولى لم تخبرنا الكثير، فكرنا بأنه إن كانت المسننات تتراكب بعضها مع البعض بشكل جيد فهذا رائع. في المرحلة الثانية، وبعد أن وضعنا القماش على طاحونة الهواء، بدأت بالسير اعتماداً على طاقتها الذاتية المستمدة من الهواء. هذا غير معقول. مع نجاح المرحلة الثانية، نريد أن نرفع مستوى الاختبار قليلاً. نريد أن نعرف السرعة التي يمكن أن تسير بها عربة الهواء. الاختبار التالي سيخبرنا إلى أي مسافة تستطيع العربة نقل الجنود خلال يوم واحد. حددت مسافة 100 متر من هناك إلى هنا. إن حددنا السرعة، يمكننا معرفة المسافة التي تقطعها العربة. ها هي نقطة البداية، إنه شعور رائع من هنا. حسناً، لنفعل هذا، هيا. كن حذراً، انتبه. أنا أحب هذا، هذا رائع. إنها بالفعل رائعة. نكاد نصل، نكاد نصل، التوقيت رائع جداً. كيف أبلينا؟ حسناً، 45 ثانية يا صديقي لمسافة 100 متر.
كان الأداء جيداً. مشت العربة بسرعة 8 كيلومترات في الساعة، وهو رقم لا يبدو كبيراً، لكن خلال 10 ساعات فستقطع 80 كيلومتراً. وفي القرون الوسطى إذا قطع الجنود مسافة 20 كيلومتراً في اليوم فهذا رائع. الاختبار التالي سيكون في الأراضي الوعرة. لنضع بعض المعوقات، اسحباها من فضلكما. حسناً، سننطلق إلى الأراضي الوعرة، المرحلة الرابعة، والطبيعة الأم ترفع من التحدي بإضافة بعض الثلج إلى الطريق. بدأت عربتنا بسرعة مع وجود دفعات الهواء القوية خلفنا، لكن المرحلة الرابعة فاجأتنا بمشكلة كنا نأمل عدم مواجهتها. إننا نتباطأ، لقد انخفضت سرعة الرياح إلى 15 كيلومتراً وقد توقفنا. خيم السكون من جهة بالإضافة إلى هذا المنحدر هنا، هذا متوقع، فلابد أن تخف سرعة الرياح في وقت ما، فالريح تهب ثم تهدأ. الأمر غير مفاجئ، إنها آلة تعتمد على الرياح مثل القوارب الشراعية، إن لم تهب الريح فلن تتحرك أبداً. حسناً، الريح تهب، نتحرك مجدداً. نحن نتحرك مجدداً. عندما وصلت سرعة الريح إلى 25 كيلومتراً في الساعة تحركنا مجدداً. هذا رائع. ويتحدثون عن قتال طواحين الهواء، كان هذا جنوناً يا صديقي. ظننت بأننا سنتحطم، أنت تعلم ما الاختبار القادم، أليس كذلك؟ ينتابني شعور سيء حيال ذلك، علينا أن نواجه جنود المشاة. سأعود إلى العربة، ثم سنقطع مسافة كيلومتر كامل وسنرى من الأفضل، وسيقوم بجر عربة حيث سيتواجه وجهاً لوجه مع عربة طاحونة الهواء. عندها سنكون قادرين فعلياً على مقارنة مقدار الطاقة التي يستهلكها مقارنة بالعربة. هيا تقدم، أنا أسبقك بكل سهولة، يا للروعة، لكن من الصعب إبقاؤها على الطريق. أنا عملياً لا أبذل أي مجهود، أما مات المسكين فيبدو منهكاً. أستطيع القيام بذلك طوال النهار، أنا مسترخٍ، ماذا عنك يا مات؟ أخبرني صديقي. لا تتحدث، لن نتحدث إليك. بينما تواجه عربتنا المصاعب في الأراضي الوعرة، إلا أنها تؤدي عملها بشكل رائع على الطرق المستقيمة. ما إن هبت الرياح حتى اختفى، وخلاصة الأمر تبقى، أنا أسير وهو يصل. نعم، هذا رائع جداً. أنا منهك كثيراً بعد هذا التحدي. ماذا أقول أنا؟ حسناً، لم يكن سوى كيلومتر واحد وأكاد أموت من التعب. حاولت أن أجاريك إلى النهاية، لكنني كنت أسير بينما أنت كنت تقود. نعم، وقد اجتازت الآلة كل الاختبارات، وحتى على الأراضي الوعرة كانت مرضية جداً. آلة رائعة، وبالتأكيد كانت أكثر فعالية مني وأنا أحمل عتادي. من ناحيتي حصل النموذج على براءة الاختراع، ما رأيك؟ أنا أوافقك، لكن عليك ارتداء هذه لأنني سأقود في طريق العودة. حسناً، سأرتديها.